جئنا إليك أبونا السماوي، عيوننا الشاخصة إليك. الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر. لكونك انت يعني هالك تخلص بالتوبة بدم المسيح، ومحدش هيقدر يدخل السماء غير اللي اتمتع بالرحمة. مساء الخير والبركة. كنت بصلي كده وبقول للرب عايزين نشوف وشك النهاردة، عايزين نرى وجهك. في أي حلوة في الكتاب المقدس تقول وجهك يا رب أطلب، ولما أطلب وجه الرب أتملي بجمال الرب. في مزمور حلو أنا نفسي يطلع، مش عارف اشتغل داتا شو لسه. مزمور 45. طيب المزمور ده بيقول فيه الكاتب، هو البني كورح، فاض قلبي بكلام صالح متكلم أنا بإنشائي للملك، لساني قلم كاتب ماهر، أنت أبرع جمالا من بني البشر، انسكبت النعمة على شفتيك، لذلك بركك الله إلى الأبد، تقلت سيفك على فخذك أيها الجبار، جلالك وبهائك، بجلالك اقتحم، اركب من أجل الحق والدعاء والبر، فتريك يمينك مخاوف، نبلك المسنونة في قلب أعداء الملك، شعوب تحتك يسقطون، كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، قضيب استقامة، قضيب ملكك، أحببت البر وبغضت الاسم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك، كل ثيابك مر وعود وسليخة، من كسور العاج سرتك الأوتار، سرتك الأوتار، بنات ملوك بين حظيتك، جعلت الملك على يمينك بذهب أفير. اسمعي يا بنت وانظري واميل اذنك، وانسي شعبك وبيت ابيك، فيشتهي الملك حسنك لانه هو سيدك فاسجدي له. وبنت سور اغني الشعوب تتردى وجهك بهديه، كلها بمجد ابنه الملك في خدرها، منسوجه بذهب ملابسها، بملابس مطرزه تحضر إلى الملك، في أثرها عذارى صاحبتها مقدمات إليك، يحضرون بفرح وابتهاج، يدخلن إلى قصر الملك، عوضا عن أبائك يكون بنوك، تقيمهم رؤساء في كل الأرض، أذكر اسمك في كل دور فدور، من أجل ذلك تحمدك الشعوب إلى الأبد. ارفع قلبك للرب، صلي كده معايا، قول يا رب أرى وجهك النهاردة، أرى وجهك يا رب، قل له كده وجهك يا رب أطلب، تعال زينا يا رب عشان نقدر نتقابل مع الملك، تعال زين كنيستك فما يبانش عيوبها، لكن يا رب تكون كنيسة مغسولة بالدم، تقف قدامك يا رب تطلب وجهك، تسكب سكيبا يا سيد، تتضرع لك يا رب. نأتي إلى ملك الملوك ورب الأرباب، صاحب السلطان وحدك، أشكرك يا رب لأنك تفتح لينا الأبواب فندخل إلى ملك المجد، أشكرك يا رب أنك تقود
أرواحنا بالروح القدس، فنقدر يا رب نتكلم مع الرب بالروح، نقدر يا رب ننشد ونرنم ونفرح ونسبح اسمك. أشكرك يا سيد الرب لأنك شايفنا في بهاء ومجد، لأنك شايفنا مغسولين بالدم الكريم يا رب. أشكرك يا رب لأنك لا تحسب لنا خطية. أشكرك من أجل كل توبة تطلع من قلوبنا ليك يا سيد. أنت سيدنا ملكنا صاحب السلطان وحدك يا رب، أنت ملك الملوك، أنت سيد الأسياد. املأنا تسبيح يا رب الجلالك يا رب. مكتوب لساني قلم كاتب ماهر، أنت أبرع جمال من كل البشر. أشكرك يا سيد وبارك اسمك. نأتي يا رب قدامك يا رب، قدام الملك، لنسجد ونركع ونعلن يا رب إنك صالح وإلى الأبد رحمتك. نرجع ليك يا رب من كل قلوبنا يا سيد. يا صاحب الحنان، يا ملجأ نفسي، أنت هو ضمان في وسط غربتي، أحتاج إليك، أحتاج إليك، أحتاج منك قوة لترفعني. أنت وحدك، أنت وحدك، أنت تعين ضعفي وترحمني يا سيدي. إني أريد عمق فيك، فارويني وأحيني. إني أريد نور حبك يسطع في داخلي يا سيدي. إني أريد العمق فيك، أنت وسط
أحزان تعزي مهجتي أتوق إليه أتوق إليه أتوق أن تحيا فيا يا ملكي أنت بروحك أنت بروحك أنت تقود عمري ورحلتي يا سيدي غير بروحك حياتي واملك إرادتي المس فؤادي وحواسي بل وكل دنيتي يا سيدي غير بروحك حياتي واملك إرادتي المس فؤادي وحواسي بل وكل دنيتي يا صاحب الحنان أسرقتي إليك إني إليك راجع راجع فرصة حلوة واحنا قدام الرب، حتى الناس اللي بتشوفنا على الشاشات، ارجع للرب قول يا رب انا برجع ليك، توبني فاتوب، اغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي طهرني. يمكن داخلين على اسبوع الالام، ودي يمكن من اعظم الاوجات اللي في السنة، وناس كتير جدا بترجع للرب في الوقت ده، وده يعني حلو على قلب الرب. تعالوا، يعني الرب عايز كل الناس، عايز الجميع يحصل لهم ايه؟ يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. حتى في وسط الناس اللي عايشين وسطها مش بتؤمن بعيد القيامة، متقدرش تؤمن بيه، لكن احنا مسيحيتنا اهم شيء فيها ان المسيح ايه؟ قام. لو كان المسيح مات واتدفن زي الناس كان يبقى زي الناس، لكن هو قام لأنه مش زي الناس، لأنه إله قدير عظيم مشير أبا أبديا رئيس الإيه؟ رئيس السلام. قل يا رب شكرا أجل قيامتك يا رب، لأن بقيامتك خدت موتي، خدت موتي وأقمتني معك. بقيامتك يا رب صار لي حياة، بقيامتك صار لي قبول إن أنا أدخل محضرك، بقيامتك يا رب كلنا يا رب اتفتح لنا الباب. شكرا ليك يا رب، شكرا ليك، متعنا بالقعدة معاك الليلة يا رب في اسم يسوع. القعدة معاك بتغير فيا كل اتجاهات وميول أرضية، القعدة معاك بتغير فيا
اتجاهات وميول أرضية شكل في حياتي، نور في صلاتي، خبيني في شخصك وانت ظهر فيا، خبيني في شخصك وانت ظهر فيا. طلبي الوحيد، طلبي الوحيد انك تزيد واكون في حضورك كل الحياة، برتاح معاك شوقي في لقاك، مشتهى قلبي وفيك الغنى. طلبي الوحيد، طلبي الوحيد انك تزيد واكون في حضورك كل الحياة، برتاح معاك شوقي في لقاك، مشتهى قلبي وفيك الغنى، القعدة معاك بتغير فيا كل اتجاهات وميول أرضية، القعدة معاك بتغير فيا كل اتجاهات وميول أرضية، شكل في حياتي، نور في صلاتي، خبيني في شخصك وانت ظهر فيا، خبيني في شخصك وانت ظهر فيا، كل القشور اتبدل نور برضاك سرور، وانا طلبي رضاك متعلق بيك والغالي لي، عند رجليك مغمور هناك، كل القشور اتبدل نور برضاك سرور. صلاتي خبيني في شخصك وانت ظهر فيا، خبيني في شخصك وانت ظهر فيا، خبيني في شخصك وانت ظهر فيا، كل إناء مكسور متشقى ربي جمالك فيه هيبان، فاضي ولكن فيه بنصدق فيت، مش بس يكون مالية. شكرا ليك، شكرا ليك على تعبك فينا، تشكيلك فخار حكيم، على صبرك على كل فشل، وأناتك يا ابو قلب رحيم، اظهر عمل النعمة في أوان مليان عيون، بس ايديك اتمدت وبترسم فيها المحبوب، اظهر
شوه أوانينا رغم محاولات شرير. مين زيك مش هيفشل فينا؟ انت عظيم جاي بتغيير. اسهر عمل النعمة في أواني مليانة عيون، بس ايديك اتمدد وترسم فينا المحبوب. ازهر عمل النعمة في أواني مليانة عيون، بس ايديك اتمدد وبترسم فينا المحبوب. أرجوك كمل شغلك فينا وأواني كرامة خلينا، أرجوك كمل شغلك فينا بذلت الابن عشاننا وعطتنا معاه البركات. قادر تشبع فينا نفوسنا وتعيشنا سماويات. لينا رصيد النعم هيفضل من قلبك دايما بيفيد، وقت ما نتعب وقت ما نفشل تلحقنا بسندو تعديل. اظهر عمل النعمة في أواني مليانة عيون، بس ايديك اتمدد وابتسم فيها المحبوب. اظهر عمل النعمة في أواني مليانة فيها المحبوب. أرجوك كمل شغلك فينا وأواني كرامة خليها، أرجوك كمل شغلك فينا وأواني كرامة خليها. تشكيلك هو المطلوب، تشكيلك هو المطلوب. عارفين إبليس أكتر شخص يشاور على الخطية اللي جواي، وأكتر شخص يزل في الإنسان. هل الله مش عارف الخطية اللي فيها؟ لكن المسيح أكتر شخص يداوي الخطية اللي جواي ويقول لي تعالى الأحضاني وأنا هغيرك. عارفين إحنا ليه بنصلي كل يوم أو كل شوية؟ ليه؟ هل ده عشان نرضي الرب يعني؟ لما بنصلي كل يوم، لما بندخل محضره كل يوم، أنا اللي بتغير، أنا اللي قلبي بيتغير. الرب لا يعتريه دوران ولا زل تغيير، يعني ما بيتغيرش. وعمر ما ملايين البشر هتقدر ترضي الرب لأنه قدوس، لأن البشر كده كده مخلوقين مش عارف يرضوه. لكن الرب مكتوب عنه أنه راضي عن شعبه، أنا راضي عنك، عشان كده أنا جاب لك بكل ما فيك. الترنيمة اللي جاية بتقول لا تشمتي بي يا عدوتي. لا إيه؟ لما إبليس يشاور على الخطية اللي جواك قل له لا تشمتي بي يا عدوتي، إن سقطت أقوم فإن الرب نوري. ينفع نقف نقول الترنيمة الحلوة دي؟
لا 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 تشمتي بي، لا 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 يا عدوتي، لا 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 تشمتي بي، لا 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 يا عدوتي. الرب نوري وخلاصي، الرب لي وهو ميراثي، الرب نوري وخلاصي، الرب لي وهو ميراثي. وإن سقطت لا أنطرح ولا أبقى في أرض السقطات. لا 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 تشمتي بي، لا 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 يا عدوتي. الرب ماسك بيميني، يرد نفسي ويهديني، الرب ماسك بيميني، يرد نفسي ويهديني، ويربع لي جبيني، فلا أبقى في أرض الضعفاتي. لا 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 تشمتي بي، لا 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 يا عدوتي، لا 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 تشمتي بي، لا 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 يا عدوتي. الرب يسمع لندائي، الرب يشرك لشفائي، الرب يسمع لندائي، الرب يشرك لشفائي، ويعطي نورا لضيائي، فلا أبقى في أرض الظلمات. لا 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 تشمتي بي، يا عدوتي، لا 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 تشمتي بي، لا 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 يا عدوتي. الرب يسمع لندائي، الرب يشرق لشفائي، الرب يسمع لندائي، الرب يشرق لشفائي، ويعطي نورا لضيائي، فلا أبقى في أرض الظلمات. لا 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 تشمتي بي، لا 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 يا عدوتي، لا 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 تشمتي بي، عصفورك غرد في الغابة، وفي الليل صح العود وربابة، عصفورك غرد في الغابة، وفي الليل صح العود وربابة، فايد قلبي نغم وكتابة، لك يا ربي لك يا ربي لك يا ربي، لأنك بابا تغنيني، أسبح لك واشكر بالبقرة، تعبي واتذكر أسبح لك واشكر بالبقرة، تعبي واتذكر إني سبب الأكبر عندي، إني سبب الأكبر عندي بعبادتي، هو إنك بابا عصفور غرد في الغابة، وفي الليل صحى العود وربابة، عصفور غرد في الغابة، في الليل صحى العود وربابة، فايد قلبي نغم وكتابة، لك يا ربي لك يا ربي لك يا ربي، لأنك
دمعي بشوفك ليه يا رب، وكأني دموعي بعدسة بالدمعي بشوفك ليه يا رب، وكأني دموعي بعدسة ترميني في أحضانك يا رب، ترميني حزني حزني أول مصرم شفائي، بقول إنك تقدر، وفي مرضي بغرك أكتر، بشفائي بقول إنك تقدر، وفي مرضي بغرك لك أكتر، مش فاهم ليه، مش عايز أفهم، مش فاهم ليه، مش عايز أفهم، فيني أفهم إن بابا عصفورك غرد في الغابة وفي الليل صح العود ورا بابا، عصفورك غرد في الغابة في الليل صح العود ورا بابا، صايم قلبي نغم وكتابة لك يا ربي، لك يا ربي، لك يا برتاح لما بترتاح فيا، وتعب لما بخاف علي، برتاح لما ترتاح فيا، وتعب لما بخاف علي، رحتي فرحتك شيء خلاني، رحتي فرحتك شيء خلاني أهجر نفسي لحضنك بابا، عصفورك غرد في الغابة وفي الليل صح العود ورا بابا، عصفورك غرد في الغابة وفي الليل صح العود ورا بابا، ضايل قلبي نغم وكتابة لك يا رب، لك يا ربي، لك يا ربي، لأنك بابا بوعودك متعزي كائن، ماسك بالوعد استجابة، بوعودك متعزي كائن، ماسك بالوعد استجابة، فرحي بوعدك سوى إجابتك، فرحي بوعدك سوى إجابتك، أصل إيماني كلمة بابا، عصفورك غرد في الغابة وفي الليل ورا بابا، عصفورك غرد في الغابة في الليل صح العود ورا بابا، صايم قلبي نغم وكتابة لك يا ربي، لك يا ربي، لك يا ربي، شكرا ليك. الناس شايفة الناس من الخارج، أما الداخل مكشوف عندك، والناس شايفة ناس من الخارج، أما الداخل مكشوف عندك، الخارج يفنى وانا تبارك، الخارج يفنى وانا تبارك، جوه في روحي بروحك بابا، عصفورك غرق في الغابة وفي الليل صح العود ورا بابا، عصفورك غرق في الغابة
لأنك بابا. وانت قاعد كده صلي معايا، قول يا رب شكرا لأنك انت شايف نفسي من الداخل، حتى لو الخارج قدام الناس بيبان ان حالتي كويسة، لكن الداخل مكشوف عندك. انت تعرف يا رب تخترق قلوبنا، لأنك انت فاحص القلوب ومختبر الكلى. يا رب انا بقدم ليك المجد والكرامة لأنك طيب القلب يا رب، لأنك أبونا الصالح. أنا بشكرك يا رب لأنك قابل يا رب نفوس عبيدك بحالتها، بوضعها، بكل ما فيها، بضعفها. أشكرك أنك تغير القلب يا رب والكاهن. كل كلمة يا سيد، كل كلمة قل يا رب انطق على حياتي بكلمة فأتغير، أكون على شبهك وعلى صورتك يا رب. يا إلهي نادي قلبي فآتي إليك، يا إلهي أنت قربي وشوقي إليك، يا إلهي نادي قلبي فآتي إليك، يا إلهي أنت قربي وشوقي إليك. كشتي يقل عطش في صحرائي لماء، صرختي يا نبعي أريد ارتواء. كاشتياق العطش في الصحراء لماء، صرختي يا نبعي أريد ارتواء. كل ما في حياتي بدونك مواد، ضحكتي كدمعتي هما باهتا. كل ما في حياتي بدونك مواد، ضحكتي كدمعتي هما غيرك في الحياة أحيا فيه. أنت معنى المعنى في كل حياتي أرتقي. أي معنى غيرك في الحياة أحيا فيه. أنت في كل حياتي أرتقي. في ظلامي لا أريح أحد ولا أستريح، وألامي كعذاب السفن في عصفري. في ظلامي لا
أريق أحد ولا أستري وألامي يا عذاب السكون في عصري لا تدعني أحيا في ظلمتي للأبد ردني لا تدعني أموت بابتعاد لا تدعني أحيا في ظلمتي للأبد ردني يا إلهي لا تدعني أموت بابتعاد تهدأ روحي في الحضن بل أنا مطمئنا على صدرك الحنون في سلام تهدأ روحي في الحضن بل أنا مطمئنا على صدرك الحنون في سلام يا أبي كيف يوصف حبك العجيب يا أبي قلبي طاب في حضنك الرحيم يا أبي كيف يوصف حبك العجيب يا أبي قلبي طاب في حضنك الرحيم لو شاعر بإنزعاج جواك وحس إنك مضطرب مش لاقي راحة ولا حرية اطلب من الرب قول الراحة فيك الراحة فيك السلام فيك يا رب شكرا ليك يا رب لأنك قدير وصالح لكل الكرامة والحمد آمين بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين فلتحل عني نعمته وبركته من الآن وكل أوان وإلى داهر الدهور كلها آمين نعمة ربنا النهاردة اتأمل في إنجيل يوحنا الأصحاح الرابع هناخد كم عدد مش هناخد الأصحاح كله يعني من أول عدد أربعة وكان لابد له من المرور بالسامرة فوصل إلى مدينة سامرية اسمها سخار بالقرب من الأرض التي وهبها يعقوب لابنه يوسف وفيها بئر يعقوب وكان يسوع تعب من السفر فقعد على حافة البئر وكان الوقت نحو الظهر فجاءت امرأة سامرية تستقي من ماء البئر فقال لها يسوع أعطني لأشرب وكان تلاميذه في المدينة يشترون طعاما فأجابت المرأة أنت يهودي وأنا امرأة سامرية فكيف تطلب مني أن أسقيك وبعد كده بنروح لعدد 29 المرأة بتبدأ إن هي تقول تعالوا انظروا رجلا ذكر لي كل ما عملت فهل يكون هو المسيح لو أرينا نص السامرية قصة السامرية قراءة سطحية نقول يسوع أو النص ده بيكلمنا عن التوبة ولكن لما ندي عنوان لعزتنا النهاردة تعالوا وانظروا تعالوا نشوف يسوع بيعمل إيه مع البشر ما ينفعش ان احنا تكون القراءة سطحية
ولكن قبل السامرية ما توصل لعدد 29 وتقول تعالوا وانظروا رجلا قال لي كل ما فعلت هو المسيح، كان يجب ان في نقطتين مهمين. اول حاجة ان هو يزيل العداوة اللي موجودة، مش ممكن هتعرفه، هتعترف بيه وهترجع وتتوب. لما يكون في عداوة قديمة ما بين السامريين وما بين اليهود لازم في الأول يحوشها. النقطة الثانية لازم يعرفها بنفسه هو مين. النقطة الثالثة يبدأ يوصل، لما عرفت يسوع قال تعالوا وانظروا رجلا قال لي كل ما فعل. يسوع في الأول قبل ما يقابل السامرية راح له نيقوديموس، ونيقوديموس ده كان إيه؟ كان يهودي. بعد كده تقابل مع السامرية، امرأة سامرية. في نهاية الأصحاح 4 راح عشان يشفي ابن خادم الملك وثني. تعامل مع اليهودي، تعامل مع السامرية، تعامل مع الوثني. ده يسوع بيعرفنا بيعلمنا. ما نقدرش ان هو يسوع نقول تجسد ومات وقام من بين الأموات. لا، في النص حاجة. يسوع جه عشان يبحث على الخروف الضال، مش هو بس، ولكن عشان يزيل كل عداوة وكل تعب ما بين الإنسان وما بين أخوه الإنسان. عشان كده أول الكلمات النهاردة اللي بيقولها يوحنا الحبيب وكان لابد. يوحنا بيبقى ليه دقة في الكلمة اللي بيقولها، كل كلمة بيبقى ليها معنى. كان لابد أن يمر بالسامرية، ولكن السامرة دي كان أي يهودي مش ممكن كان يعد عليها، لكان في طريقين، اللي بيجي من اليهودية عشان يروح الجليل يعد على السامرية أو يروح عبر وادي الأردن. أي يهودي ما كانش يعد على السامرية، ولكن يختار الطريق الأصعب عشان فيه عداوة، فيه مشاكل ما ينفعش نتكلم معاه. ودي طبيعتنا إحنا، إزاي أنا أتعامل مع حد أنا ما بحبوش؟ إزاي أروح لحد أنا بكرهه؟ ازاي انا ممكن اعدي حتى لو قاعد وباب بيتي مفتوح، لا اقفله لغايه ما فلان ده يعدي عشان مش عايز ان انا اشوفه؟ اتعامل معاه ازاي؟ يسوع قبل ما يوصل التوبه لازم يكسر الحاجز اللي موجود، حاجز العداوه. كان لابد، كلمات ليها معنى بيقولها يوحنا، لابد ان يجتاز بالسامره. وبيبدا ان هو يروح يلاقي المراه السامريه، اعطيني لاشرب، كيف تطلب مني؟ وهي اللي قالت له وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية. هل الكلمات دي مش موجودة في وقتنا الحالي؟ موجودة، ولكن بطريقة تانية. اتقالت في وقت السيد المسيح عشان يكسر كل الحواجز دي، ولكن النهاردة بنقولها بطريقة مختلفة، ما زلنا نقولها. انت طائفتك ايه؟ انا طائفتي ايه؟ ما ينفعش ان انا ممكن اكون عندك، ما ينفعش انت تيجي عندي. مازال مازلنا موجودين لغاية النهاردة، ومازالت الكلمات أنت وأنا، أنت إيه وأنا إيه. معتقداتك بتختلف عن معتقداتي، ممكن تكون عبادتك أنت باطلة وعبادتي أنا هي الأفضل، مازالت نفس الكلمات. يبقى يسوع جه يعمل إيه؟ يسوع يعمل إيه؟ ده أول حاجة عشان خاطر يوصلها للتوبة. حاول إن هو يوصلها إن في عداوة موجودة. ازاي اقدر اعرف يسوع وقلبي يكون مليان بيسوع، وقلبي انا فاضي من محبه اخويا، وانا لا اقبل اخويا، ارفض اخويا، ارفض اخويا وارفض كل معتقداته، بالعكس ان انا ممكن يكون فيه كلمات وادانه كبيره جدا. فاحنا نقول له ايه؟ يسوع تعالى مره تانيه عشان تزيل كل العداوه اللي موجوده ما بين اولادك، عشان خاطر تشوف كم من الكنائس، كم من التقلبات اللي موجودة، كم من الانقسامات، كم كنيسة ممزقة. انت يسوع جيت يقول تعالوا انظروا إلي وانا موجود على الصليب. انا مش جيت ان انا ببحث عن كل خاطي، على الخروف اللي بيضل، ولكن عشان اوحدكم، عشان تكونوا في وحدة كما انا في الآب هكذا انتم فيا. يسوع جيت عشان يحد من التعصب وقبول الآخر. من أعظم الخطايا عدم قبول الآخر، ترفض الآخر، ما بتحبوش ولا تحب معتقده. أصد يسوع في حياته
ان هو يزيل الفواصل اللي موجوده قبل ما يروح للسامريه، قبل ما تعترف ان هو ده يسوع، قبل ما تتوب وترجع. بنقول ما ينفعش ان احنا نقول يسوع بيعدي على السامريه ويروح يتقابل مع المراه السامريه قبل ما يعرفها ايه المشكله، ايه العداوه اللي موجوده. لازم تطلع من جوه قلبك. وهي قالتها بلسانه: انت يهودي وانا امراه سامريه. جاء يسوع ليغير مفاهيم، بيغير افكارنا. جه يسوع عشان يغير قلوبنا. واذا كانت قلوبنا بترجع مره تانيه، ازاي نقدر ان احنا نقول احنا واحد، احنا موجودين فيه؟ لا، احنا في انقسامات كتيره موجوده. محتاجين نقول النهارده ليسوع: تعالى وانظر، زي ما يقول عنوان العظه بتاعتنا، تعال وانظروا. احنا بنقول له تعالى وانظر وشوف اولادك، ارجع تاني. يقول انا موجود، انا موجود. مش هو بيقول في انجيل يوحنا: انا فيكم؟ نقول له تعالى واجتاز، غير الفكر، غير القلب اللي مليان حجاره ده، جدد القلب ده، ما ترقعهوش. افكار دي تتغير. جاء يسوع يغير مفهوم وفكر المراه السامريه. جاء عشان خاطر يزيل، قبل ما يكلم عن التوبه لابد ان يجتاز بالسامريه. غير في الاول الفكر ده، يكون في قلب جديد. تعالى يسوع وشيل، تعالى وانظر. انظر التشدد. ليه التشدد؟ انظر التعصب، انظر البغضه الحرفيه، عدم قبول الاخر. تعالى يسوع واجتاز في الوسط، كما اجتزت وجعلت المولود اعمى يبصر. خلينا نبصر الحقيقه، المحبه الحقيقيه اللي احنا نقدر نعيشها. ازاي هنقدر نطلع لك ونقول لك انا كنت ببغض، كنت بكره، كنت بدين؟ لا، يسوع يقول لا، انا ما جيتش عشان كده، انا ما جيتش عشان كده ابدا. ليكون الكل واحد. افتح يا رب عيوننا لنرى هذا الحب العظيم، حب الصليب، كي نكون واحد. بولس الرسول قبل ما يهتدي وبيعرف الرسول، هو شاول كان بيضطهد الكنيسة وموت المسيحيين، مش الناس اللي موجودين في البلدة أو المكان اللي هو فيها، ده كان بيروح أماكن أخرى عشان خاطر يقتلهم. ولكن بعد ما عرف المسيح، قلبه اتملى بالمسيح، بدأت حياته تغير. حبه بقى لليهود، حبه للوثني، حبه للمسيحي، خلاص اتغيرت كل مفاهيمه، كل فكره، كل قلبه. ده اللي يعرف المسيح، وده اللي بيعرف يعيش معاه، ده اللي يقول انا قلبي مليان بالمسيح. الاخر هو المراه ليا. الانبا بخون بيقول في عظه كلمات جميله، بيقول الاخر تقدر تشوف نفسك من خلال الاخر، هو مراه ليك انت. عندما يعرف الانسان الله يعرف المحبه. عندما يعرف الانسان الله يعرف المحبه، يقدر يعيش المحبه. مش قادر تحب اخوك؟ يبقى انت تعرف ربنا ازاي. هنعرف ازاي ربنا؟ قلوبنا مليانه بالمحبه ولا مليانه بالبغض وبالكراهيه؟ مخافه الله تدخل في قلبه، ترى قلبه ينبع للحب لكل للاخر، محبه كبيره. مشكله الفريسيين ايه؟ الفريسيين يتكلم عنهم الكتاب المقدس، شايفين نفسهم دايما هم على حق، واي حد تاني غيرهم على باطل. وقف الفريسي، وقف العشار، قال اشكرك يا رب لاني مش مثل هذا الرجل، اشكرك يا رب مش باقي كل الناس، لانه حاسس بنفسه ان هو الافضل والاحسن وعبادته هي الحق. لا، ربنا مش عايز مننا كده، ربنا لا يحب هذا الفكر ابدا، هو مرفوض من الله. ابن زبدة وهم داخلين للسامرية، وبعدين شايفين السامرية بيرفضوا يسوع، قالوا نزل يا رب نار عليهم. قال لهم الرب يسوع، قال لهم: من اي روح انتم؟ من اي روح انتم؟ فكل من يبغض اخاه او لا يقبل الاخر اخوه، أو بيرفضه، أو يرفض معتقداته، من أي روح هو؟ إذا كان مليان بروح المسيح بيعيش حياة المحبة، إذا كان بيرفض أخوه بأي روح؟ أي روح نحن بنرفض؟ في بوست كان نازل كده عجبني، أو مقالة أو كلمات جميلة تفرحنا.
امرأة مثقفة غير مسيحية، وهي بتقول ايه؟ عندما قرأت كلمات السيد المسيح عن المحبة، حبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، صلوا من أجل الذين يسيئون إليكم، تغيرت حياتي تماما. يا إيه الكلمات دي؟ إيه الكلمات دي؟ مجرد أن أنا أقرأ كلمات السيد المسيح، كل إنسان كان ظلمني أو خرجني من شغلي أو وصلني لمرحلة مش كويسة، أنا بديت أن أنا أحبه وأصلي له. كلمات رائعة تغيرت حياتي تماما. طب وإحنا أولاده، يمكن في كل مرة بنتكلم حبوا أعداءكم، ولا دي بيبقى ليها مناسبات معينة، إذا كنا نحن بنعلم وبنتكلم عن المحبة وأنا مش قادر أعيش المحبة الحقيقية في أي نوع، في أي حد، إحنا هل إحنا مليانين بروح الله؟ لا، ربنا مش عايز مننا كده، ولا مش عايزك إنك أنت تتكلم عن المحبة، عايزك إزاي تقدر تعيش المحبة. والمحبة إنك أنت تحب أخوك، ما ترفضوش، ترفض معتقده، ترفع طائفته. احيانا ممكن ان احنا يعني نكفر بعضينا، ده الخطا وده الصح. محتاجين نقول ليسوع تعال يسوع وانظر، تعال يسوع واكتز وسطينا عشان تغير المفاهيم وتغير الفكر وتغير القلب مره تانية عشان كلنا نكون واحد. لو تعلمين عطيه الله، الله ادى لشعبه في العهد القديم ايه؟ اداهم الوصايا، والوصايا منقسمة لثلاثة. أول حاجة العلاقة ما بين الإنسان وما بين الله. اثنين العلاقة ما بين الإنسان، العلاقة ما بين الإنسان وما بين الله، حب الرب إلهك من كل قلبك، من كل فكرك، من كل نفسك، كل قدرتك. نقطة تانية علاقة الإنسان بأخوه، حب قريبك مثلما تحب نفسك. لو تعلمين الوصايا، لو تعلمين عطية الله، هي دي عطية الله في العهد القديم. نقطة الثالثة بتخص الممتلكات، علاقة الإنسان بالممتلكات. الله إدى الوصايا في العهد القديم، إحنا بنقولها كده بطريقة الشجرة، ودي طريقة رمزية. سفر التكوين بيكلمنا بطريقة روائية رمزية، برواية رمزية. الوصايا هي بترمز ليها شجرة معرفة الخير والشر، الحياة مع الله هي شجرة الحياة، والاتنين موجودين وسط الجنة. عندما نفقد الوصايا بنفقد الوجود مع الله، ودي الإنسان الأول بدأ يفقد الوصايا وبيترك ربنا وبيترك الجنة على حسب ما يقول، ويبدأ إن هو يمشي آخر. لما نروح لسفر تثنية الاشتراع أصحاح 30 من عدد 11 لعدد 20، هنلاقي ان فيها بيتكلم الكتاب المقدس بطريقة او باسلوب تشريعي. سفر التكوين اسلوب رمزي روائي، تثنية الاشتراع بيكلم بطريقة تشريعية. هذه الوصية التي انا امركم بها اليوم لا تصعب عليكم ولا هي بعيدة عنكم، فلا هي في السماء لتقولوا من يصعد لنا الى السماء فيتناولها ويسمعنا إياها فنعمل بها، ولا هي في عبر البحر لتقولوا من يعبر لنا هذا البحر فيتناولها ويسمعنا إياها فنعمل بها، بل هي قريبة منكم جدا في أفواهكم، هي في قلوبكم لتعملوا بها. انظروا، ها أنا اليوم جعلت بين أيديكم الحياة والخير، الموت والشر، فإذا سمعت كلام الرب إلهكم الذي أنا أمركم به اليوم. فسفر التثنية بيكلمنا بطريقة أو بأسلوب تشريعي، تكوين بأسلوب روائي رمزي. الشجرة اللي موجودة اللي هي بترمز، شجرة معرفة الخير والشر بترمز للوصايا، شجرة الحياة بترمز إلى الله. وإذا كان نفقد كلام الله يبقى بنفقد الله نفسه وبنسيبه وبنمشي. في سفر أرميا نبي أصحاح 35 بيكلمنا عن الوصايا، زي نحن نقدر نسمحها. الله بيأمر أرميا بيقول روح لمجموعة الركابيين وقول لهم كده ادخل بيهم الخيمة وقدم ليهم خمرة عشان يشربوا. فجابهم أرميا النبي وبيقول لهم الكلمات اللي أوصى بيها الرب.
فبدأوا يقولوا أبينا يوناداب أمرنا ألا أو أوصانا ألا نشرب خمرا. فإذا كنا إحنا بنتبع وصايا أباء بالجسد ده، إذا كان ممكن في حد لسه بيتبع وصايا أبوه وأمه، وهل لكم وصايا الله؟ ما بالكم وصية الله؟ أمرهم ألا يشربوا فأعلنوا طاعتهم لأبيهم فبالبحر أن نتغرب نحن عن ماديات العالم. حتى الوصايا الوالدين أحيانا ممكن يكون الابن بيفقد وصية أبوه، زي الابن الضال، زي إبشالوم بيتمرد على أبوه اللي تكلمنا عليها امبارح. فالنهاية بيوصل لفين؟ بيخسر. الكتاب المقدس بيقول في رسالة أفسس أصح 6 بيقول أيها الأبناء أطيعوا والديكم في الرب. وهذه الوصية مرتبطة، اكرم أبوك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض. يا من شباب كتيرة وناس كتير ما بيطعوش الوصية وبيسمعوش كلام والديهم، وفي النهاية بيعملوا إيه؟ يوصلوا لأي مرحلة يا ريتنا، وبيبدأ يفتكر أبوه بعد ما يسيبه ينتقل أو أمه، لو كنت سمعت كلام أبويا أو كنت سمعت كلام أمي ما كنتش وصلت للمرحلة اللي أنا موجود فيها دلوقت. وصايا موجودة، سيد المسيح بدأ يوصلها للنقطة الثانية. من هو الذي يقول لك؟ مين اللي بيقول لك اديني أنا أشرب؟ لما أنت تقابل واحد ما يعرفكش مش ممكن تبدأ تتكلم معاه غير لما تعرفه بنفسك وتقول له أنا فلان الفلاني وبشتغل أو ساكن في المكان الفلاني. فالسيد المسيح بيقول لها من هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب؟ مش هيوصلها، مش هتقدر أن هي تقول تعالوا وانظروا غير لما يقول لها أنا مين؟ من هو الذي يقول لك؟ جاء يسوع للمرأة السامرية، ولكن ما نقدرش نقول للمرأة السامرية. بنقول في الطبعة اللي بين إيدينا دي الوحي بيتكلم بيقول امرأة سامرية، ولكن المرأة بتقول إيه؟ أنت يهودي وأنا سامرية، ولكن واحد يقول امرأة سامرية، أي كلمة امرأة سامرية جاء يسوع للكل. المرأة السامرية رمز للكل، جاء يسوع للكل عشان خاطر يزيل كل العداوة وكل التعب، هي رمز لكل نفس بشرية، ولكن جاء علشان خاطر يعرفه من هو يسوع. هو كلمة الله، أنا هو كلمة الله، أنا هو الطريق والحق والحياة. فأعطاك ماء حيا. قاعدة المرأة السامرية عند البير، والبير دي المية بتاعته ما بتبقاش جارية، مية رأدة، يعني نقول عليها مية ميتة، ولكن السيد المسيح عايز يوصلها لا أنا هديك مية غير كده خالص، المية دي ميتة، ميتة رأدة، ولكن السيد المسيح بيقول لها هو ماء البئر راكدة، أنت لو طلبت لأعطاك هو ماء ينبوع الحي. يسوع هو ينبوع الماء الحي، لو طلبتيه، لو بديت أنك أنت تعرفيه. وفي سفر أرميا بيقول تركوني أنا ينبوع الماء الحي وحفروا لأنفسهم أبار أبار مشققة لا تضبط ماء. وفي حنة 7 بيقول وقف يسوع بأعلى صوته وقال إن عطش أحدا فليجي إلي ليشرب، ومن آمن بي تفيض من صدره أنهار ماء حي. يا سيد لا دلو معك، ودي دايما إحنا بننظر للأمور بعنينا، ولكن لسه ما عرفتوش. اللي بيعرف يسوع يكون عنده ثقة وإيمان أنه هو يقدر، لغاية ما توصل عدد 29 تعالوا وانظروا رجل قال لي كل ما فعلت. أنا بشوف أن كلمات المرأة السامرية بتقولها بحرقة بحب، بتقولها بعد ما تغير حالها، أنا عرفته، أنا كنت بعيدة وقربت. ولكن في غير المرأة السامرية حد من تلاميذ يسوع قال تعالى وانظر، بس مش نفس النبرات اللي احنا بنحس بيها، يعني اكيد ورايحة تقول للناس كلهم، كانت بتعلى بصوتها قلت تعالوا كلها فرح. هو فيلبس قالها لنسنائيل في انجيل يوحنا الاصحاح الاول، ويسوع ماشي ويوحنا بدأ يقول هذا هو حامل، هذا هو حمل الله. اثنين من تلاميذ يوحنا بدأوا يسبوه، هما طبعا ما شافوهوش، ولكن اللي شافوا يوحنا وبيشاور عليه سابوا يوحنا ومشيوا ورا يسوع. يسوع التفت لهم وقال لهم ايه انتم عايزيني، ماذا تريدان؟ نمكث معك؟ قال لهم تعالوا وانظروا
راحوا وقعدوا مع يسوع يومين، قعدوا مع يسوع يومين. ايه اللي عملوه التلميذين دول؟ كان من اندراوس وكان يوحنا. اول حاجه فكر فيها اندراوس يروح يجيب اخوه عشان يعرفه للمسيح، ويوحنا يروح يجيب يعقوب، ودول الاربعه الاولانيين اللي بداوا الرساله مع يسوع. كم واحد مننا بيفكر في اخوه وفي احتياجات اخوه؟ كم واحد بيفكر في احتياجاته الماديه او احتياجاته الروحيه؟ او ممكن لو كان ان هو شايف نفسه الافضل ممكن يخبي على اخوه، مش قادر يوصل له. نسال، نتعلم من يوحنا. فكر في اول حاجه يفكر فيها ان يوصلهم ليسوع، راح يجيب اخوه عشان يوصلهم ليسوع. بعد كده يسوع شاف فيلبس، تعالى واتبعني. فيلبس بعد كده شاف نسنائيل، قال له تعالى، وجدنا يسوع اللي كتب عنه موسى، كتبت عنه الشريعة والأنبياء في الكتب من الناصرة. فرد نسنائيل كده وقال له إيه؟ هل من الناصرة يخرج شيء صالح؟ ده مش ممكن. طبعا المفروض إن فيلبس يرد على نسنائيل ويقول له إيه؟ أنا عارفه، لأنه لسه بيقول ده مكتوب عنه، كتب عنه الأنبياء والشريعة موسى. ولكن قال له الكلمات دي، نحس إنها ممكن تكون بطيئة شوية، مش زي المرأة السامرية. مختلف دي كانت بتقولها بحرقة، بحب، بتغيير حال، حياتها كلها اتغيرت. تعال وانصر، اتأكد انت بنفسك. ليه بقول الكلام ده؟ لأن في ثلاث مواقف ما بين فيلبس وما بين المسيح، وهو بيعتمد على النظر. أول موقف ده بيقوله نسنائيل، يوحنا 6، معجزة الخمس خبزات والسمكتين موجودة في متى، وموجودة في مرقس، وموجودة في لوقا. ولكن يوحنا بالتحديد ذاكر ان يسوع قال لفيلبس وقال هذا ليجربه، ليختبره ويشوفه. فبص كده فيلبس، يا سيد لا يكفيهم خبز ما اتي دينار، اجيب لهم منين؟ اعتمد على ايه؟ اعتمد على النظر، مش معتمد. ده يسوع اهو، في حد يكون موجود معاه يسوع وبيبدا يفكر يقول انا مش هقدر اكل، ان انا تعبان، مش هقدر اجيب حاجه لبيتي ولاولادي، أنا ظروفي ما تسمحش. يسوع موجود في البيت، البيت مليان كله خير، ويسوع قدامه، مش هنكفيهم خبز مئتي دينار. دي كان أول موقف، أول موقف. ده تاني موقف. الموقف اللي بعد كده في يوحنا 14، ويسوع بيتكلم يقول لا تضطرب قلوبكم، بيتكلم فآمنوا بيه، بيتكلم برضو عن الإيمان. إن كنتم تعرفون الآب لعرفتوني أنا. فرد كده فيلبس برضو بنفس الكلمات، أرنا الآب وكفانا. اعتمد برضو على إيه؟ على النظر. أنا عايز أشوف الله، عايز أشوف الآب. كم من السنين معاك يا فيلبس ولم تعرفني؟ من رآني فقد رأى الآب. وإحنا نظرتنا وحياتنا مع يسوع هي بالإيمان، ولا إن إحنا محتاجين دايما نشوف عينينا زي فيلبس؟ تعالى وانظر. النقطة الثانية، تعالى وانظر، قالتها مريم لما العازر كان خلاص مات، وبعتوا له رسالة الذي تحبه مريض لتيجي تشفيه ولا حاجة خالص. وجيه يسوع قابلته في الأول مرسى، ما سجدتش يسوع، ولكن مريم أول ما شافت يسوع سجدت يسوع، لو كنت هنا لم يمت أخي. إيه اللي حصل؟ العازر مات، أين وضعتموه؟ راحت قالت له الكلمتين بتوعنا اللي احنا النهارده عنوان العظة، تعالى وانظر، معجزة إقامة لعازر من بين الأموات. العهد الجديد فيه كم معجزة إقامة موتى؟ كم معجزة؟ ثلاثة للسيد المسيح، وتاني واثنين تاني في العهد الجديد، بطرس أقام طبيصة، بولس أقام أفتيخس. يبقى كم معجزة في العهد الجديد؟ 5. وفي العهد القديم كم معجزة؟ كم معجزة في العهد القديم؟ 3. إليا أقام ابن أرملة سرفد صيدون، وأليشع أقام ابن الأرملة الشنامية. وعظام أليشع في سفر الملوك الثاني أصحاح 13 عدد 21، أقام ميت، عظام ميت، ميت أقام ميت، ميت أقام ميت. لكن تعالوا نتكلم على الثلاث معجزات بتوعة السيد المسيح. ابنة يايروس، ابن أرملة نايين،
لعازر اللي احنا بنتكلم، قالت له مريم تعال وانظر. اول حاجه ابنه ييروس ماتت وهي موجوده فين؟ في البيت. ابن ارمله نايين وهم شايلينه، ولسه كان خارج منين؟ من البلد. والعازر راح له هو فين؟ في القبر. قال يا سيد قد انتن، هتروح تعمل ايه؟ هتتعب نفسك؟ ابنه ييروس بترمز، التلاته دول ليهم رمز، بترمز الى النفس البشريه، اقامه النفس البشريه، قيامه النفس البشريه. التلاته دول ليهم رمز، قيامه النفس البشريه. ابنه ييروس بترمز للانسان اللي الخطيه لسه موجوده في فكره، يعني لسه ما خرجتش، هي موجوده لسه في البيت، وانسان لسه الخطيه موجوده في فكره لسه ما خرجتش، بيفكر الخطيه دي يعمل فيها ايه او يتحرك ازاي او يروح فين، لسه موجوده. الوقت ده بيجي يسوع لابنه ييروس يقومها. في اللحظه دي يسوع بيجي بيخلص الانسان من الخطيه لسه موجوده في فكره. ما سمعان الموجود الفريسي لما دخل يسوع في بيته بدا يقول ايه؟ لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة إنها خطيئة. كانت الخطيئة موجودة فين؟ في فكره. بس السيد المسيح قدر أنه يسمعها يكتشفها ويشوفها. فمحبة يسوع قبل ما تخرج الخطيئة من لسه موجودة في الداخل في الفكر هيجلها وبيبدأ يخرجك. فإحنا نقول يا رب تعالى وانظر، في حاجة موجودة في فكري لسه ما خرجتش، في خطيه لسه انا بفكر فيها، تعالى وانت اللي هتشوفها زي ما شفت وسمعت سمعان الفريسي، وهتقدر انك انت تحوشها تماما وهتبدا انك انت تقومها مره تانية. رمز للنفس البشريه. ابن ارمله نايين بترمز للانسان اللي فيه الخطيه ولكن بدا يشيلها وفكره وبيخرج بيها بره البيت عشان يبدا ينشرها، يبدا يتكلم بيها زي ما كلم ايدينا، تعليم خاطئه، كره، حقد، انانيه، ذات، خطايا، شهوات، بدات تكون موجوده لسه وشايلها وماشي عشان يبدا ان هو يعيش بالخطيه دي. بيقابل يسوع واقف قدام النعش كده. مين يقدر يقف قدام الموت؟ مفيش حد يقدر. واحد ميت وشايل، كل واحد بيشوف الميت بيبعد كده بعيد عشان خاطر يقدر ان هو يعدي، ولكن الوحيد اللي يقدر يقف قدام الموت، الموت اقوى، ولكن المسيح هو الأقوى، هو القوي. موت كان قوي فالمسيح هو الأقوى اللي يقدر يقف ويوقف النحر. أيها الشاب أقول لكم، ويرجعوا لأمه، أي رجعوا للكنيسة مرة تانية شايل وبدأ يمشي ويتحرك ويطلع من بيته، أي يطلع من الكنيسة وينشرها. أفو يسوع نصلي ونقول له تعال يا رب وانظر هذا الشخص اللي بدأ يشيل خطية ويمشي بيها وهيبدأ أنه يتعامل بيها. خطية الثالثة، العازر موجود في القبر قد أنتن، وهي بترمز للنفس، بترمز للخطية، بترمز للإنسان اللي بدأ أن هي تخرج من نفسه، بدأ مش يشيلها، بدأت تخرج برا وبدأ أنه هو يعيشها، وبدا ان هو تتردد بيها مره واثنين وثلاثه وعشره واكتر واكتر واكتر، بدات كمان تكون في صوره على العلنيه، الريحه بدا يكون مقبور. كلمه مقبور يعني بدات تكون الريحه بدات تكون بان، لكن الغير مستطاع عندنا احنا هو مستطاع عند الله. لعازر اقول لك قم، مهما كانت الخطايا ومهما كان بعدنا عن الله، بس الله قادر يوقف، الله قادر يروح لك البيت ويطلع اللي في فكرك، الله قادر ان هو دايما مهما كانت حياتك تقدر ان هو يغيرك تماما ويبعدك ويبدا ان هو يرجعك ويقول لك لعازر هلم خارجا، تعالوا وانظروا. نقطه ثالثه، السيد المسيح بقى هو اللي بيقول لنا، السيد المسيح هو اللي بيقول، احنا بنقول يا رب تعالى، في كل مره نقول له تعالى وانظر، تعالى وانظر، تعالى شوف حالنا، تعالى شوف تجاربنا، تعالى شوف دقاتنا، ولكن السيد المسيح بيقول ايه؟ انظروا انتم بقى، هو انا مش موجود معاكم؟
ده أنا موجود معكم في كل وقت، أنا موجود معك في كل وقت. انظروا إلى طيور السماء، إذا كنا احنا قلقانين وتعبانين إنها لا تزرع ولا تحصد، ولكن الرب يعمل إيه؟ يعتني بيها. ما بالكم أنتم، أنتم أفضل من عصافير كتيرة. يعني شوف الإنسان في بداية خليقته كل حاجة خلقها، وجي عند الإنسان وقال حسن جدا. الحاجة الوحيدة اللي بيقول أنا أخلق الإنسان على الصورة، على صورتي كمثالي. شوف الإنسان وعظمة الإنسان إن هو يكون على صورة الله. أنتم أفضل من عصافير كتيرة، ولكن مازال الإنسان بيتعلم من الطيور. نتعلم منها إيه؟ يمكن دايما يكون من زمان الإنسان بيقول يتعلم إزاي إن الطيور بدأت إن هي تطير في الجو، فبدأ يصنع الطيارة، بيقلدها، بيتعلم منها، فبيصنع الطيارة عشان تقدر الحلم بتاعه اللي بيحلم بيه يتحقق. ولكن الإنسان هو المخلوق الوحيد اللي دايما عايش في قلق، دايما عايش في قلق وخوف. ليه؟ ليه؟ بيقول انظروا، يعني تعلموا. هل الطيور عايشة في القلق والخوف ده من بعضها؟ ولكن عايز أقول لكم الإنسان عايش في قلق وخوف من أخوه الإنسان، خاف من أخوه ياخد مكان، ياخد خدمتي، ياخد لقمة عيشي، خاف على أولاده، خاف على بيته. يقول لك انظروا أنا موجود معاكم في كل وقت. ليه الخوف؟ ليه القلق؟ دايما الإنسان حتى وإحنا بنتكلم نقول يا شوف زمان كان وكان وكان وكنا بنعمل وكانت الحياة فيها وفيها، فإحنا دايما عايشين في الماضي. فالماضي اللي إحنا عايشين فيه وبنتكلم عنه وبنفتكره بنفقد قيمة الحاضر اللي إحنا عايشينه، ونبدأ ندور على المستقبل على بكرة اللي هو في إيدين ربنا، بنعيش حياة القلق وحياة الخوف. عشان كده بيقولوا انظروا إلى طيور السماء لا تزرع ولا تحصد. ليه قلقان؟ وإيه اللي مخوفك؟ وإيه اللي مخلينا تعبانين دايما وفي حالة الخوف والرعب؟ وخاصة بنقول الإنسان من أخوه الإنسان، هذا المخلوق الوحيد الذي يعيش حياة القلق والتعب. ولكن الإنسان اللي بيعيش حياة القلق والتعب دايما بينسى وعود ربنا، فيش ترابط بينه وبين كلمة ربنا. أي حاجة كده بتهزه بتتعبه. نشوف كده بيقول الكتاب إيه، الرب لي راعي فلا يعوزني شيء. في حد يكون ليه ربنا ويخاف ويطلب من حد يسنده، أو حد يكون أو يتكل على حد؟ ده هو اللي بيقول، هو اللي بيقول لك كده، الرب لي راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربطني، إلى مياه الراحة يردني، يرد نفسي ويهديني إلى سبل البر، فإذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. طب بعد الكلام ده كله لسه هنخاف؟ هو بيقول لك تعالى وانظر، شوف وعودي، شوف كلامي موجود لك إيه، تعالى وشوف. لسه هنخاف ولسه هنقلق؟ نتعلم من الطيور، ما بتزرعش ما بتحصدش، ولكن هي دايما بتتكل على ربنا. لو ممكن نصلي أقول كلمات بسيطة قالها أليشا في سفر الملوك الثاني أصح 6 من بداية عدد 8. كان ملك أرام دايما عايز يروح يصنع كمكيدة لملك إسرائيل، وكل ما يدبر له حاجة أليشا يعرف بالروح كده، بيعرف التدبير اللي هو مدبره ملك أرام لملك إسرائيل، يقول له ما تروحش المكان الفلاني. فالرجل استغرب ملك أرام، فبدأ إن هو يجيب الجنود بتوعه، كل حاجة بحاول أعملها في بيننا جاسوس، بيروح يعرفها لهم، قالوا له لا إحنا ما فيش بيننا جاسوس. أمال مين؟ ده أليشع النبي، هو اللي بالروح بيعرف فكرنا أو تصرفاتنا أو الأمر اللي إحنا هنقوم بيه، وبيروح بيخبر ملك إسرائيل، فبالتالي بياخد حذر وبيبعد عن الكمين اللي احنا عاملينه له. قالوا طيب شوف المكان اللي هو قاعد فيه أليشع النبي، خدوا جنود خيول ومركبات وحصروا المكان اللي هو فيه. قام تلميذه جهز تقريبا
الأصحاح ده يمكن يكون كان في الأول قبل ما يبدأ مشكلة جحزي يجيله البرص، كانت قبليها. قام وشاف في خيول، في مركبات، وفي حاجات كتيرة جدا، فبدأ كده يقلق ويتعب ويجري ويروح يقول له تعالى شوف بسرعة، خلاص احنا قد هلكنا. شفت بالفرق ما بين إنسان ليه علاقة قوية مع الله وبين إنسان في وقت الشدة ما بيقدرش يشوف الضيق لكن يقدر ان هو يبص لله. وقف كده قال له ما تخافش، قال له ما تخافش، افتح يا رب، صلى كده، افتح يا رب عيني الغلام ليرى، افتح يا رب عيني الغلام ليرى. تقدر تشوف مين اللي معاك؟ ده اللي معاك اقوى واكتر، ده اللي موجود اللي معاه ربنا. ففتح الرب عيني الغلام فرأى أركبات وخيول وجيش محط بيهم هم، محط بيهم هم. بدأ إن هو يهدأ، بدأ إن هو يهدأ. مرات كتير بنحس كده نفسنا بتصغر، بصغر نفس، وفي تعب وفي قلق وفي خوف وفي اضطراب لما بنتعرض لبعض التجارب والضيقات، ولما نشوف حد في قسوة الحياة أو قسوة الإنسان، حتى لو كان الإنسان ده أقرب ليك أو قسوة الإنسان عليك، أنت بتتألم، بنتعب، بنقول كلنا بنتعب، بنحس إن إحنا خلاص مفيش مفر، في يأس. وهنا يجب علينا في الوقت ده اللي أنت حاسس بالضيقة وبالألم والتجربة المرة اللي أنت بتعيشها، صلي الصلوة بتاعت اليشعدية. وهنا يجب علينا أن نتذكر الجبل المملوء خيلا ومركبات من نار تحيط بينا وبتحرسنا. تخيل كل اللي حصل مع اليشع موجود حواليك، وتقول لا أنا مش وحدي، أنا مش وحدي، أنا معايا جنود كتيرة بتحرسني، ربنا موجود معايا. فين المشكلة؟ إيه المشكلة؟ إيه اللي بيخلينا نحن نخاف ونتعب ونقلق؟ المشكلة فين؟ مشكلة هي إننا لا نستطيع أن نرى قوة الله. المشكلة إن إحنا مش قادرين نشوف قوة الله، مش قادرين نشوف محبته. طب ما تفتكر، افتكر لما أنت كنت تعبان أو كنت مريض مين اللي شفاك؟ لما كنت في تجربة قاسية مين اللي طلعك منها؟ لما كنت مش لاقي شغل مين اللي شغلك؟ لما كنا أولادك صغيرين ممكن ما كانش فيه مكان أحسن وأفضل وبدأ يكون فيهم مكان، أولادك إن هم يكبروا، أنت قادر إنك أنت تمشي، أنت قادر تأكل، أنت قادر إنك أنت تشرب، أنت عايش حياتك كويس أفضل من غيرك. مش ربنا اللي موجود. المشكلة الأساسية إن إحنا مش قادرين، لا نستطيع أن نرى قوة الله المحيطة بنا في وقت الأزمات. ما تقلقش، إيه اللي خلينا نقلق؟ تعال وأنظر، تعالوا وانظروا، شوفوا قوة ربنا. لذلك نحتاج يا أحبائي أن نكون لنا عيون مفتوحة، مفتوحة نقدر نشوف مجد الله، نقدر نشوف مجد الله. لما راح لمريض بركة بتحاسده بيقول له أتريد أن تبرأ؟ يا سيد ليس لي أحد. إحنا في وقت الضيقة بنقول أنا ماليش حد، حاسس إنك أنت وحيد. لا، إزاي وإنت معاك الله؟ ده يسوع نفسه اللي موجود معاك 38 سنة، وانت قاعد على البركة 38 سنة بترمز لشعب بني إسرائيل اللي تايه في البرية 38 سنة. 38 سنة إلى جاء صوت الله وقال لهم قوموا الآن ادخلوا أرض الموعد، قعدوا سنتين ودخلوا أرض الموعد. قوة الله موجودة، موجودة معك في كل وقت، ربنا موجود معك. وما احنا بنقول ربنا موجود معنا ازاي؟ هل احنا بنقول هي كلمات بنعزي نفسنا بيها؟ خليك واثق إن حضوره معاك في كل وقت، تجاربك، أزماتك، ألم مع أولادك، في احتياجاتك، الله موجود. ولكن في وقت التعب نقول له يا رب تعالى وانظر إلي. والنهاردة بنقول له تعالى وافتقدنا، تعالى افتقدنا، امشي بينا، غير فكرنا، غير نظرتنا، بدل قلوبنا، بدل حياتنا،
عايزين نكون موجود معاك لنرى مجدك. يسوع بيقول انا موجود على الصليب، جيت علشانك انت، اتصلبت من اجلك انت، فتح عينيك وشوف. كل هذا من اجل الانسان. تعالى وانظر يسوع بجانبك في كل وقت. تعالوا نصلي مع بعضينا، نطلب منك يا رب ونتضرع اليك بمحبه، محبتك على الصليب. كتير يا رب مرضى ومتألمين، كتير ناس عايزة تعيش حياة الفرح ومش قادرة، لكن مش قادرين يحسوا بوجودك. نطلب منك يا رب من أجل الراقدين يديهم نياحة، المرضى والمتألمين قبهم يا رب، المهمشين ساعدهم وقويهم. دين يا رب فرح كل قلب، كل إنسان حزين فرحه، كل متألم عوضه، غير فكرنا قلوبنا لحياتنا لنرى يسوع المصلوب. احنا في استعداد لفترة الألام، فترة الصلب، فترة القيامة، أي فترة الحياة. اجعلنا يا رب أن نحيا بك ومعك في كل وقت. نعمة بركة وخاصة يا رب لكل أبناء العاملين في هذه الخدمة، وكل أبنائي اللي بيسمعونا وبيشوفونا النهاردة. بارك حياتهم بنعمة القيامة، بركة القيامة، فرح ألوفهم، بيوتهم، أسرهم. جعلهم دايما يعيشوا معاك في سلام. لإلهنا كل المجد والكرامة من الآن وكل أوان وإلى داهر الدهور كلها، آمين. كل سنة وأنتم طيبين. الوحيد اللي بيعرف يغير الحال ويعرف يبدل الأمور، وده بيرجع لكل ثقة فيه. ولما بنصلي ونرنم احنا واثقين فيه، احنا مصدقين ان هو ايه موجود، احنا بنؤمن ان هو موجود. بقول شكرا ليك يا رب لانك في وسط كل التجارب وكل الضيقات اللي بتحيط بينا بنشوفك يا رب. خلي عنينا تشوفك. أيوة شفتك في التجارب وانت بتدربنا حارب. أيوة شفتك في التجارب وانت بتدربنا حارب. كنت خايف من نهاية وافتكر أسد اللي غالب. كنت خايف من نهاية شفتك الأسد اللي غالب. أيوة شفتك بين حنائي وانت بتشكل إنائي. أيوة شفتك بين مستوايا شفتك العون اللي باقي. كنت فاكران مستوايا شفتك العون اللي باقي. أيوة شفتك بالأمان عدوي الآن. أيوة شفتك بالأمان مش معايا وانت ماسك الزمام. كنت فاكرك مش معايا وانت ماسك الزمام. ايوة شفتك بانكساري وانت بتغير مصاري.
غير مصاري. كنت شاكي بالعناية وانت بترد اعتباري. كنت شاكي بالعناية وانت بترد اعتباري. ايوة شفتك وسط ضعفي وانت بتداوي وتشفي. ايوة شفتك وسط ضعفي وانت بتداوي وتشفي. كنت بسأل عن حماية وانت بتحارب بصفي. كنت بسأل عن حماية وانت بتحارب بصفي. أيوة إلهي صانع إلهي أمين يشهد عنه مبارك بكل السنين. أيوة إلهي صانع إلهي أمين يشهد عنه مبارك بكل السنين. أيوة إلهي حي حبه ماله زي. جاني وخد مكاني وكد تديره صالح. أيوة إلهي صالح إلهي أمين يشهد عنه مبارع وكل السنين. أيوة إلهي صالح إلهي أمين يشهد عنه مبارع وكل السنين. أيوة إلهي عظيم في العطا كريم. أيوة إلهي عظيم مش غيره دايما هو صالح. أيوة إلهي صالح إلهي أمين يشهد عنه مبارك وكل السنين. أيوة إلهي صالح إلهي أمين يشهد عنه مبارك وكل السنين. أيوة إلهي قدير ضامن المسير. أيوة ضامن المسير هو سنيدي وماسك ايدي علشان هو صالح. ايوة الهي صالح الهي امين يشهد عنه مبارك وكل السنين. ايوة الهي صالح الهي امين يشهد عنه مبارك وكل السنين. ايوة برع جمال صاحب الجلال. أيوة برع جمال صاحب الجلال فخري فيه وعلي بعلن إنه صالح. أيوة إلهي صالح إلهي أمين يشهد عنه مبارك وكل السنين. أيوة إلهي صالح إلهي أمين يشهد عنه مبارك وكل السنين. ليك المجد وليك القوة لكل السلطان يلي مرحمك سندت جوه وتدنت مئنان. ليك المجد وليك القوة لكل السلطان يلي مرحمك سندت جوه وسط الليل وسط الليل الدامس. أيوة وجودك لامس تيجي بصوتك هامس. أنا جنبك لا تخاف تبعت رحمة وخير تمشي معايا السير. وجهك لما يسير يطرد كل جفاف وسط الليل الدامس. أيوة وجودك لامس يجي بصوتك هامس. أنا جنبك لا تخاف تبعت رحمة وخير تمشي معايا السير. وجهك لما يسير يطرد كل جفاف. ليك المجد وليك القوة لكل السلطان يلي مرحمك سندت جوه وتدنت منك. ليك المجد وليك القوة كل السلطان يلي مرحمك سندت جوه وتدنت منك. وسط حروب وغياب تفتح انت الباب تبعت لي غراب وتكفي وتجود رغم المستحيلات تيجي باستجابات.
وتعدي الأزمات. قصدك غير محدود وسط حروب وغياب، تبعت لي غراب وتكفي وتجود رغم المستحيلات، تيجي باستجابات وتعدي أصلك غير محدود في كلمك دولي هو لكل السلطان. كلمة رحمة تسند جوه تتنت منك في كلمك دولي هو لكل السلطان. كلمة رحمة تسند جوه دمك، دمك على عتابي ياللي دفعت حسابي، كان حقي وعقابي شلت انت ووفيت. انا مديون لجراحك جلداتك وسياحك، جيت وديتني صباحك وبدمك غطيت. دمك على عتابي ياللي دفعت حسابي، كان حقي وعقابي شلت انت ووفيت. انا مديون لجراحك جلداتك وسياحك، جيت وديتني صباحك ودمك وفيت. ليك المجد وليك القوة ولكل السلطان، ياللي برحمك سندت جوه وديتك منين. ليك المجد وليك القوة ولكل السلطان، ياللي برحمك سندت جوه وديتني. ما تخافش لأنه هو فين؟ في السفينة. ما تخافش لأنه هو في حياتك. ما تخافش لأنه هو اللي ماسك الزمام. ما تخافش لأنه إله قدير عظيم. قل له ما تعلمتش أعيش وأنا خايف، ولا دور على الجراحات وعددها وكترها، لكن أقول لك أنت صالح يا رب دايما أنك تصنع لخيري، إن خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. ما تعلمتش أخلى عدوي يشوفني بدون تسبيح، ولا بكآبة قلبي أغني كأني بدون مسيح. مجد ليك يا رب. ما تعلمتش أعيش وأنا خايف، ولا عديت جراحاتي لا. ما تعلمتش أواجع عاصف، ولا طاوف جناحاتي. ما تعلمتش عيش وانا خايف، ولا عدت جراحاتي لا لا. ما تعلمتش اواجع عاصف، ولا طاوف جناحاتي لا لا ولا. انا ساكن، انا ساكن في حصون الصخر، ليا جناح النس. انا مصنع من صخر يسوع غير قابل للكسر. ساكن في حصون الصخر وليا جناح النس. انا مصنع من صخر يسوع الغير قابل للكسر. ولا ما تعلمتش اخلي دموع تحوش عن عيني في رؤايا، ولا رح اوقف مره طلوعي باني ابص ورايا. ما تعلمتش اخلي دموعي تحوش عن عيني رؤايا، ولا رح اوقف مرة طلوعي باني ابص ورايا. لا لا ولا. انا ساكن في حصون الصخر وليا جناح النس. انا مصنع من صخر يسوع الغير قابل للكسر. ساكن في حصون الصخر وليا جناح النس. انا مصنع من صخر يسوع غير قابل للكسر. ولا وكل قوة. ما تعلمتش اخلي عدوي يشوفني بدون تسبيح، ولا بكآبة قلبي اغني كأني بدون مسيح. ما تعلمتش اخلي عدوي يشوفني بدون تسبيح، وانا بكآبة قلبي اغني كأني بدون مسيح. لا لا ولا. انا ساكن في حصون الصخر وليا جناح النار.
من صخر يسوع غير قابل للكسر. انا ساكن في حصون الصخر وليا جناح النسر. انا مصنع من صخر يسوع غير قابل للكسر. ولا انعم عليا ابو المراحم انهر مياه يا نبي يا حي. أبر حفرها أبأ ملاهم روح الله برؤى السماوية. أنعم علي أبو المراحم أنهار مياه يا نبي يا حي. أبر حفرها أبأ ملاهم روح الله برؤى السماوية. راحوا بور راحوا بور وسع إلهي بالبركات. راحوا بور راحوا بور راحوا بور يفتح إلهك والسماوات. راحوا بور قاموا عليا أتباع الحية ردموا لي منها كتير آبار. قالوا ديارنا وملكش مية تعطش وتموت تسيب الدار. راحوا بور راحوا بور يفتح إلهي بالبركات. راحوا بور راحوا بور راحوا بور يفتح إلهي قوى السماوات. راحوا بور شددني رب يدي وعدو آلات وانا بشدي بيه. وقف عدوي وقلبي ملكي روح تحفر تاني وناديت يا قدير. راحوا بور راحوا بور افتح إلهي جوا السماوات. راحوا بور راحوا بور وسع إلهي بيت. راحوا بور وفي كل بيت انبش ألاقي مخصمات ونزاعات. بعدت في يأسي رجعني ربي قال له احفر تاني واصنع آيات. وفي كل بيت انبش ألاقي مخصمات ونزاعات. بعدت في يأسي قال له احفر تاني اصنع ايات. راحوا بور راحوا بور وسع الهي بالبركات. راحوا بور راحوا بور راحوا بور يفتح الهي السماوات. راحوا بور يفتح أبواب فوق الأسباب ولا في مخلوق يقفل له باب. من ده اللي قال وفرض أحوال ملهاش إنزال من يفتح أبواب. يفتح أبواب فوق الأسباب ولا في مخلوق يقفل له باب. من ده اللي قال وفرض أحوال ملهاش إنسان من عند الآب. راحوا بور راحوا بور وسع إلهي بالبركات. راحوا بور راحوا بور راحوا بور يفتح إلهي جوا السماوات. راحوا بور ترنمي وانشدي وافرحي وهللي واوسعي خيمتي وامتدي وامتلكي. ترنمي وانشدي هللي واوسعي خيمتي وامتدي وامتلكي. أنا هو معزيكم أنا هو الحبيب.
استيقظي استيقظي البسيع الزكي يا محبوبة البسي ثياب جمالك استيقظي استيقظي البسيع الزكي يا محبوبة البسي ثياب جمالك أنا هو معزيكم أنا هو الحي إلى الأبد من التراب انتفضي من التراب وخذي مكانك يا مبدية انفكي وعودي من سبيك انتفضي من التراب وخذي مكانك يا مبدية انفكي وعودي من سبيك انا هو أبدا على كفي نقشتك أسوارك دائما أمامي فأنت لي لا أنساك أبدا على كفي نقشتك أسوارك دائما أمامي فأنت لي أنا هو معزيكم أنا هو الحي إلى الآن عزياتك يا رب من أجل مجد حضورك يا رب أبانا الذي في السماء ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن ما مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض وخبزنا كفافنا أعطنا في أيامنا واغفر لنا ذنوبنا كما نحن لغيرنا لا تدخلنا في تجربة بل نجينا من الشرير لأن لك باركنا جميعا الثالوث الأقدس الله الآب والابن والروح القدس امضوا بسلام وسلام الرب يكون معكم. الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب على شأني. اعرف حاجة الشر لا يكسر بالشر.